السلام عليكم مشاهدين. كيف ما شفنا الصديقة ديال حنان خرجات وهضرات بعد ما حنان قالت لها خرجي وشهدي بالحق وقولي داكشي اللي كتعرفي. هاد السيدة بصح لبات النداء وخرجات في واحد اللايف وقالت انا باش غادي نشهد، انا اش غادي نقول، انا ما غادي نقول غير داكشي اللي شافوا عينيا واللي سمعوا ودنيا. انا ما شفت هاد الناس ولا فيه شي واحد حتى شي حاجة، لاش غادي نخرج ونقول شي حاجة وانا ما شايفاهاش. طبيعة الحال السيدة قالت داكشي اللي كاين، هي ما حاضراش ما شايفاش، شايفة غير الحب وشايفة غير السعادة بحنان مع محبوبة، ما غاديش تنوض تقدر في هذيك العائلة وهي ما عارفة والو. هادشي اللي عبرات عليه وقالت حنان قالت لي خرجي ولكن انا ما نقدر نخرج وانا ما شايفة حتى شي حاجة، زعما شي معاملة سيئة باش غادي نخرج ونحكم على هاد الناس ما عنديش. سيدة في الحقيقة داكشي هو التصرف ديال بنات الناس، ماشي غادي غير تجرر المشاهدة وغادي تخرج في بداية تخترع وتقول فيهم وفيهم وشت وشت وهي ما كاين حتى شي حاجة. قالت انا ماشي على المشاهدة، انا غادي نتبع الضمير ديالي وداكشي اللي كاين بالصح، وانا ما مع حتى طرف وما مع حتى جهة، خلات هي مع راسها وداكشي اللي بان ليها على صواب كتقولو، داكشي اللي كاين تتقولو وما غاديه ما عمرها غادي تقول شي حاجه وهي ما شايفاهاش. بصح قالت حنان كتعصب وقالت ملي كتغضب من الواحد تقدر تضرب فيه باي طريقه ولكن دغيا كترجع. هاد الشيء هاد الصديقه ديالها قالت واحد المره في فيديو معاها، قالت بالله متخاصموا في الطريق وتعايروا وقالت لها ما بيني ما بينك ونمشي كل واحد يمشي بحاله وهادي وهادي، وفي الاخر تصالحوا وجاو تغداو مجموعين. قالت داكشي اللي كاين فيهم كلهم، قالت حنان كتعصب تخرج تضرب فيك تقول فيك اي حاجه، وداكشي اللي شفنا ملي حنان تعصبت وشافت راسها ما بقى عندها شي حاجه راه خرجات وضربات. ومع السلامه في فيديو اخر.